تحبوا نبدأ بالبيان؟ يلا. إذن عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء. في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية مرحباً برئيس الحكومة والوزراء، معتبراً أن ما جمع الوزراء في هذه الجلسة هو الثقة والقدرة على العمل، الأمر الذي يوجب أن يكون دائماً للإسراع في الجلسات لإنجاز ما هو مطلوب في المرحلة المقبلة. وأضاف فخامته: هذه الحكومة الرابعة في ولاية الرئاسية شكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الأعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الأوضاع اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً، وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، تراجع القدرات الشرائية، غلاء الأسعار، تدني قيمة العملة الوطنية، المحروقات، الاستشفاء، الدواء إلى آخره كما قال. ثم أضاف: نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها، يجب ألا نضيع الوقت إذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة، والمطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين وإطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض. وقال السيد رئيس الجمهورية: على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج إنقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين. أمامنا تحديات كبيرة، لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل. ستواجهنا صعوبات كثيرة وسنعمل على تذليلها واستنباط الحلول الممكنة. إن الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة، وكلما أظهرنا جدية والتزاما وتصميما كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا، حسب تعبير فخامة الرئيس. يأمل اللبنانيون من الحكومة الجديدة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفر لهم الاستقرار والعيش الكريم، والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة. إن المجتمع الدولي يعول على هذه الحكومة لإعادة النهوض بلبنان وإخراجه من كبوته، ونحن بحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصناديق الدولية والإقليمية والجهات المانحة كما قال. ثم أكد السيد رئيس الجمهورية أن المباشرة بالإصلاحات شرط أساسي لدى المجتمع الدولي للسير بآلية الدعم وتقديم المساعدات، فالإصلاحات هي المدماك الأساسي لإعادة بناء الدولة، ودونها يستحيل الإنقاذ. المطلوب اتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة وحاسمة للبدء بالإصلاحات. وقال: أنتم وزراء اختصاص، لديكم خبرات علمية وعملية ورؤى مستقبلية، مسؤوليتنا إنقاذ لبنان، فلنكن على قدر المسؤولية. وتمنى على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية الأفكار والمواضيع الأساسية التالية، وهي على سبيل المثال كما قال: خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة. زهقتكم شيء؟ شايفكم ساكتين هيك. إذن خطة التعافي التي أقرتها الحكومة السابقة، ما ورد من إصلاحات في المبادرات الفرنسية، إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها والتي حددت في 8 أيار عام 2022، استكمال التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، المضي في خطة مكافحة الفساد لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي، تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين،
إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن، تحديث وتنفيذ خطة تعافي لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي IMF، متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها، إقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكنزي لتحفيز القطاعات الإنتاجية، العمل على عودة النازحين السوريين، وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، تنفيذ مقررات مؤتمر سادر بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري، استكمال وتنفيذ الخطة لمعالجة النفايات الصلبة، استكمال وتنفيذ خطة الكهرباء. ودعا السيد رئيس الجمهورية الوزراء إلى إجراء عمليات التسلم والتسليم والإسراع قدر الإمكان للمباشرة بمهامهم الجديدة. ثم تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي فقال: إن عيون اللبنانيين، جميع اللبنانيين، شاخصة إليكم، أنتم الأمل في هذه المرحلة، تأتون من مواقع المسؤولية من صفوف هذا الشعب المعذب، عايشتم آلامه ولا تزالون تعرفون تمام المعرفة حاجة الناس إلى الرغيف والدواء والبنزين والمزود. هذه الأمور ليست من الكماليات، بل هي ضرورية لاستمرار الحياة في شكلها الطبيعي. أضاف: ينتظرنا الكثير من العمل، ينتظرنا الكثير من التعب، علينا جميعاً أن نضحي، فالبلد يتطلب إجراءات استثنائية. صحيح أننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعاً كفريق عمل واحد أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضاً مما يأمله منا ويتمناه حسب تعبيره. وأضاف: صحيح أن الوضع صعب، ولكن لا شيء مستحيل متى كانت النيات صافية. يد واحدة لا تستطيع التصفيق لوحدها، المطلوب تضافر جهود جميع اللبنانيين، ومن جد وجد. قال الرئيس ميقاتي: لا تخيب أمال اللبنانيين، لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال، الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته، نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذل فيها ولا تمنين. ثم قال: عندما ارتضيتم أن تنخرطوا في هذا العمل الإنقاذي، كنتم تعلمون أنكم آتون للخدمة في الوزارة هي ليست هذه الأيام ترفاً، فكونوا على قدر هذه المسؤولية. علنا جميعاً وبتعاون أكيد مع فخامة رئيس الجمهورية ومع مجلس النواب الكريم نستطيع أن نصل إلى بر الأمان حسب تعبيره. ثم أضاف: أطلب منكم الإقلال من الإطلالات الإعلامية، لأن الناس تتطلع إلى الأفعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود والأمور بالنسبة للناس في خواتيمها. أدعوكم إلى الإسراع في عمليات تسلم وزاراتكم، لأننا أمام استحقاقات كبيرة ويجب أن نواجهها بحزم وجدية. لهذا أدعو وزير الأشغال إلى إعطاء التوجيهات الفورية لتنظيف مسارب الأوتوسترادات والطرق قبل أن يداهمنا المطر وتتكرر مشاهد البهدلة على الطرق. سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس حسب تعبيره. وأطالب وزير التربية بعقد اجتماعات طارئة لإنجاز الخطة الكفيلة ببدء العام الدراسي، وهذا ملف أكثر من ملح، ولا يجوز أن يبقى أبناؤنا خارج المدرسة للسنة الثالثة. كما أدعو إلى التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية من أجل درس إمكانية التلقيح ضد الكورونا للتلامذة فوق سن 12 حسب تعبير الرئيس ميقاتي. وأضاف: من جهتي سأقوم بتكثيف جلسات مجلس الوزراء وتضمينها المواضيع المهمة وذات التأثير المباشر على الحياة اليومية للمواطنين. نؤكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وأؤكد في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع، وهو أمر أساسي
لإنجاح أي عمل حكومي. وختم الرئيس ميقاتي كلامه بالقول: إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان، إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين، ولن تميز بين من هو موال أو معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، من سيمنحها ثقة بعد أيام أو من سيحجب هذه الثقة عنها، وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية، وذلك تحت سقف القانون، وما على العبد سوى السعي، والله ولي التوفيق، حسب تعبير الرئيس ميقاتي. بعد ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة صياغة مسودة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والطاقة والمالية والثقافة والداخلية والتنمية الإدارية والإعلام والتربية والعمل والزراعة. اختار ما هيك؟ لا، وبعدين مفتوحة، اللي بيحب ينضم كمان أهلا وسهلا فيه. وستعقد هذه اللجنة الوزارية أولى جلساتها عند الواحدة، أي بعد قليل، في السرايا الحكومي. يعني انتهى هذا البيان، ما توخزوني، كان طويل شوي، بس بيان وزاري، بس كان طويل شوي، ولكن هذه أول جلسة، وبفتكر أنه في خطوط عريضة لعمل الحكومة إن شاء الله بالمستقبل. نعم، أنا متهم بالمس بالحريات الإعلامية. أشكرك على هذا السؤال، بقى يعني معقولة حدا بيصدق؟ ما لا، ما رح قلن مسامح كريم، بس قلن طولوا بالكم يا جماعة. بس بدي أقول للي طلعوا لنا هلأ نيبي، مع أنه كان تصريح امبارح كتير واضح على المطار، يعني ما لا يقبل اجتهاد ولا تأويل ولا شيء، كلام كتير واضح، ما في كلمة منع، كان في أنه تمني على وسائل الإعلام أن تمتنع، هي تمتنع مش أنا بدي إمنعها، أن تمتنع عن استقبال الضيوف اللي عم بيصورونا كأنه البلد رايح إلى الخراب. يعني لا، بدنا نفحة أمل. بدي منكم أنتوا الإعلاميين كمان، أنتوا زملائي وأحبابي، وأنا بحكيكم من القلب، بدي منكم أنتوا تساهموا معنا، لأنه البلد محتاج لجهدنا كلنا سوا، مش بس لجهد أفراد. وبعدين في ناس في عندهم، يمكن عندهم رزنامات معينة، عندهم أجندات معينة، في عندهم تصاريح بيحبوا يقولوها، ما بعرف ليه، يعني في شيء لا يمت بالواقع، لا يمت إلى الواقع بصلة. يعني بعض الناس بنسمعهم عم بيحكوا بهالظروف. بقى بتمنى عليكم أنتوا تكونوا واعيين مثل عادتكم، مثل ما أنا بعرفكم، أنتوا زملائي وأحبابي. بقى ونجرب هيك، نضل هيك في شغلة، أنه بكل العالم كل حكومة بتتشكل بيعطوها فترة سماح 100 يوم. نحن قبل ما تتشكل بلشوا فيها، وبس تشكلت بلشوا، وروقوا شوي. هذا بس كل قصدي، ما بدي أقول أكثر من هيك، ما بدنا نصرح. أنا بحييكم، تمنوا لنا بالتوفيق، لأنه الشعب اللبناني كله متمنين لنا التوفيق، كل الشعب اللبناني بده إيانا ننجح.